في شغلك أو في تاريخك السينمائي؟ إن الشرب وأي نوع تاني من المخدرات يعني. بتهرب منه ولا بتهرب بيها؟ بهرب منه تماما، لا بهرب منه ببعد عنه، بهرب منه بأميال يعني. وأنا ماشي على كده بقالي 7 سنين تقريبا. يمكن قبل كده كنت مش مهتم وكنت مش واخد بالي وكنت يعني مش مستوعب، بس بقالي حوالي 6-7 سنين دلوقتي مستوعب ان انا عندي 43 سنه، ان انا مش بصغر، ان انا بكبر، وان انا لازم اهتم بنفسي اكتر ولازم اركز في شغلي اكتر. فابتديت اعمل كده، واعتقد انه يعني سنه بسنه الموضوع بيتحسن. ما بيحصلش انك تبص في المرايه فتحس انه فاروق الفيشاوي لابسك الى حد ما؟ لا طبعا خالص، لا فاروق الفيشاوي ضايق زي القمر. انت عارف ان تجاربكم هو احلى منك طبعا بكتير، مش هنهزر. مش مني انا بس طبعا، مفيش مقارنه. احلى من براد بيت. مفيش مقارنه يعني. تحضير فاروق الفيشاوي براد بيت كده وركزت لي هتقولي فاروق الفيشاوي. انا موافقه، انا موافقه. لا قصدي على الشخصيه وعلى التركيبه النفسيه. ولا حتى دي يعني، حتى انتوا شبه بعض في شخصياتكم قوي. احنا يعني انت بتكوبي حاجات منه ساعات. مش بكوبي، هو بتيجي بس بالفطره، لانه احنا يعني من اول بالظبط عندي 12 سنه 13 سنه احنا بنخرج مع بعض وبنسهر مع بعض، ويعني هي واز ماي بيست فريند، كان يعني صديقي الصدوق يعني. فانا بس عندكم تجارب حياتيه يعني متشابهه جدا، لو هي مش متطابقه حتى في علاقاتكم، في زيجاتكم، في حاجات كتير في حياتكم متطابقه تماما سياسيا مثلا. يعني على طول لاخر الخط بنختلف سياسيا مثلا، بس واحنا قاعدين في البيت احنا يعني عارفين ان في ناس هيعملوا كده، واحنا مش سياسيين، احنا فنانين. طب هو بس ناصري جدا، انت ما كنتش انا ساداتي جدا، وانتخبت السيسي.